قدس إله واحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين رجال الله إيه اسحاق ابن الموعد واحد من ضمن رجال الله المعروفين في العهد القديم واحد من ضمن الآباء البطاركة هو أبونا اسحاق ابن الموعد يا سنين كتيرة أبوه أبونا إبراهيم كان بينتظر تحقيق هذا الوعد اللي ربنا له انه يعطيه اسحاق ابن الموعد، ويمكن خلال الفتره اللي كان ابونا ابراهيم بينتظر فيها ولاده ومجيء ابنه اسحاق، كان لجأ الى حل من الحلول البشريه، وكان ساراي او ساره بقى امراه ابونا ابراهيم، قالت له خد هاجر المصريه الجاريه بتاعتي زوجه وتحبل وتلد ولد والابن دوًا يكون ليا، وفعلًا خد هاجر زوجه وحبلت وانجبت ولد اسمه اسماعيل، ولكن لما ابونا ابراهيم وقف قدام ربنا وابتدى يصلي ويقول له ليعيش اسماعيل امامك، فربنا قال له لا انا قلت لك ساره امرأتك هي اللي هتلد ليك ابن وتدعو اسمه اسحاق واقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده وقال له ربنا إنما إسماعيل أنا سمعت لك لأجل أن أنت بتطلب من أجله فها أنا أباركه وأثمره وأكسره كثيرا جدا اثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة لكن عهدي ربنا اللي بيقول لابونا إبراهيم أقيمه معاك من خلال إسحاق ابنك اللي هتلد لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية ولما فرغ من الكلام معه صعد الله عن أبونا إبراهيم فأخذ أبونا إبراهيم إسماعيل ابنه وكل الناس المبتعين بالفضة وكل الولاد الذكور كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختنهم في لحم غرلتهم بحسب العهد اللي كان تعهد بيه أبونا إبراهيم مع الله المعروف باسم عهد الختان وكان أبونا إبراهيم في الوقت ده عمره حوالي تسعة وتسعين سنة وهو كمان اختتن في لحم غرلته في التوقيت دون وكان إسماعيل ابنه عمره حوالي 13 سنة حين ختن في لحم غرلته وفي ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيته وكل الولاد المبتعين بالفضة من ابن الغريب كلهم خطني معهم بحسب العهد اللي تعاهد به أبونا إبراهيم مع ربنا وظهر ربنا لأبونا إبراهيم عند بلوطات ممرة حينما استضافوا أبونا إبراهيم استضاف ابن الله من خلال الثلاث رجال اللي كانوا قاعدين عليه وهو قاعد على باب الخيمة وفي التوقيت ده طلب منهم ابونا ابراهيم انهم يميلوا واخد ميه وغسل ارجلهم وجهز لهم اكل واستضافهم ولما استضافهم واستضاف هؤلاء الغرباء كانش يعرف ان من وسطهم ابن لله واخبروا بمشكله سادوم وعموره وازاي الشر هناك اصبح شر كبير وقعد ابونا ابراهيم يتشفع لاجل الأبرار اللي ممكن يكونوا موجودين وسط سادوم وعمورة حتى لو كان عددهم قليل حتى لو كان لوط وأسرته فقط وفي الوقت دوّن ربنا جدد لي الكلام عن ميلاد إسحاق وسارة وهي بتسمع من جوه الخيمة ضحكت على الكلام دوا حتى أبونا إبراهيم نفسه أخد الكلام بضحك ولكن الله الصادق في وعوده ينفذ هذا الوعد وهذا العهد تحبل سارة وهي في شيخوختها وتلد إسحاق ويصير إسحاق هو ابن الموعد ويمكن اسم إسحاق اسم معناه ضحك لأن هما الاتنين كانوا ضحكوا لما سمعوا الكلام دون فافتقد ربنا سارة زي ما هو قال وحبلت وولدت بهذا الابن في شيخوختها وتولد إسحاق وختنوا أبونا إبراهيم ختن أبونا إبراهيم ابن إسحاق وهو في اليوم الثامن كما أمره الله وكان أبونا إبراهيم وقت ميلاد إسحاق عمره حوالي مئة سنة ورأت سارة ابن هاجر المصرية إسماعيل وهو بيمزح بمزاح لا يليق مع ابنها إسحاق فغضبت وطلبت من أبونا إبراهيم إن هو يطرد هاجر الجارية مصرية وابنها إسماعيل لأنها كانت شايفة إنه لا يرث مع ابن إسحاق ويمكن الكلام ده في البداية كان قبح في عيني أبونا إبراهيم إنه يطرد ابنه وإنه يطرد كمان هاجر الجاريه بتاعته لكن لما رجع لربنا، ربنا قال له اسمع لكل ما تقوله سارة لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجاريه ايضا سأجعله أمة لأنه من نسلك، وبكر ابونا ابراهيم وأخذ خبز وقربت ماء وأعطاهم لهاجر واضعا إياها على كتفها والولد وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع ويمكن ده يورينا قد ايه في بدايه نشاه ابونا اسحاق ان ابونا ابراهيم وان امنا ساره اهتموا جدا انه لا يختلط باي حد ممكن يفقدوا علاقته الحلوه بربنا كانوا عاوزينه ينشا بحسب ما ربنا عاوز ابن للموعد علاقته كويسه بربنا تصرفاته اللي بيتعلمها تكون كويسة سلوكياته تكون كويسة أخلاقه تكون كويسة لأن في كثير من الأحيان وبحسب ما ربنا قال المعاشرات الرديئة بتفسد الأخلاق الجيدة ويكبر إسحاق وهو عايش قدام أبونا إبراهيم وسارة أمه تعلم منهم كون علاقة حلوة مع ربنا لكن في وقت من الأوقات يمتحن الله أبونا إبراهيم ويقول له خد ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرايا وأسعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك ربنا يقول له خد ابنك إسحاق عشان هتقدمه ذبيحة ابن الموعد الله بيطلب أنه يقدم ذبيحة فيبكر أبونا إبراهيم ويشد على حماره وياخد اتنين من غلمانه معاه واسحاق ابنه معاه وياخد معاهم حطب المحرقه وذاهب الى المكان الى الموضع الى الموقع اللي ربنا قال له عليه، لكن اسحاق كان بيبص وبيتساءل فين الذبيحه اللي هنقدمها محرقه وكان بيدور على ايه الشيء اللي هيتقدم ولما سال ابونا ابراهيم ابوه عن الموضوع ده قال له الله يرى له محرقة بحسب ما هو سوف يختار لأن ساعتها أبونا إسحاق قال له هو النار والحطب لكن أين الخروف للمحرقة فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهب كلاهما معا لما وصلوا قرب الموعد ضيع ترك أبونا إبراهيم الغلامين وخد ابنه إسحاق والحطب وطلع إلى الجبل وشال أبونا إسحاق حطب المحرقة زي ما شال ربنا يسوع المسيح خشبة الصليب وصعد بها أيضا إلى جبل الجلجسة ولما طلعوا فوق الجبل ورس أبونا إبراهيم كده المسبح وقال له أنا هقدمك أنت ذبيحة نتفاجئ أن أبونا إسحاق فعلا بيكون موجود على المسبح وابوه بيربطه بالحبال وياخد السكين علشان خاطر يذبح ابنه اسحاق وفي التوقيت ده نادى ربنا عليه وقال له ما تمسوش ما تمدش السكينه عليه هو مش هيتقدم كذبيحه ويتذبح وبص ابونا ابراهيم لقى كبش كده ممسوك من قرنيه في شجره قريبه فهم ان ربنا يقصد انه ياخد بقى في الوقت ده وأن الكبش ده هو اللي يقدمه محرقه وامتدح ربنا جدا طبعا التصرف اللي فعله ابونا ابراهيم لكن عاوز اقول هنا كمان في الجزء ده ملحوظه مهمه قوي ناخد بالنا منها وهو اني زي ما ابونا ابراهيم قدم طاعه وتسليم كامل لله في ان هو يقدم ابنه ذبيحه محرقه نرى نفس الطاعه في ابونا اسحاق لأنه كان يقدر يعترض وكان يقدر يقاوم وكان يقدر كمان يهرب هو لسه شاب وأبوه عمره تخطى المئة سنة بسنين كتير فكان يقدر يسيبه ويمشي لكن أبونا اسحاق يقدم لنا هنا نموذج قوي جدا 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 لرجل من رجال الله يمتاز بالطاعة رجل من رجال الله يحيا حياة التسليم الكامل لمشيئة ربنا فنلاقيه هو كمان موافق على الطلب اللي ربنا طلبوا من أبونا إبراهيم وبعد ما رجعوا من المشوار اللي كانوا رايحين ويقدم فيه ابنه ذبيحة محرقة رجعوا هم كمان إلى أرضهم وشاخ أبونا إبراهيم وتقدم في الأيام وماتت سارة زوجته فطلب أبونا إبراهيم أن العازر الدمشقي الموكل على بيته ياخد ابنه إسحاق واستحلفه بالرب إله السماء والأرض أن ياخده ويرجع بيه إلى بنات الكنعانيين وياخد من أهله ومن ناسه ومن عشيرته زوجة لابنه إسحاق وبالفعل أبونا إسحاق يخرج في هذه الرحلة مع العازر الدمشقي ويرجعوا إلى ارض الكنعانيين وهناك وهم موجودين يتقابل مع رفقه اللي كانت بنت من بنات بتوئيل اللي كان ابن ملكه امراه نحور اخي ابونا ابراهيم اتقابل معاها وشاف حسن منظرها وازاي هي كانت خارجه كمان علشان خاطر تملا الجره بتاعتها ولما طلبوا منها انها تسقي الرجال قدمت لهم وقالت مش ليهم هم بس ده ليهم هم كمان وللجمال اللي كانت معاهم وفعلا دي كانت علامة طلبها اليعازر الدمشقي من ربنا عشان يعينه ويشاور له على البنت اللي ياخدها زوجة لإسحاق وتزوج فعلا أبونا إسحاق من رفقة ورجعوا طبعا هما الاتنين موجودين وصار ليهم ممتلكات كتير صار عظيم ربنا اعطاه غنم وبقر وفضه وذهب وعبيد واماء وجمال وكان طبعا كل دون وهم عايشين كويس في مخافه ربنا وتمشي الايام وتفضل رفقه هي كمان ما كانتش بتخلف في الوقت اللي اتجوزت فيه ابونا اسحاق في البدايه كان عاشوا مده وصلت لحوالي عشرين سنة إسحاق لما اتجوزها كان عمره أربعين سنة أخذ رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لبان الأرامي زوجة لي ولكن ظلوا لمدة عشرين سنة ما كانوش بينجبوا فابتدى إسحاق يصلي إلى ربنا لأجل إمرأته لأنها كانت عاقر استجاب ربنا لإسحاق واستجاب ربنا لصلاته وحبلت رفقة إمرأته وحبلت بتوأم وتزاحم الولدان في بطنها فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا فمضت لتسأل الرب فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد للصغير ولما كملت أيامها لتلد إذ في بطنها توأمان خرج الأول أحمر وتسمى عيسو كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو وبعد ذلك خرج أخوه ووجدوا يده قابضة بعقب عيسو فدعوا اسمه يعقوب وكان إسحاق عمره ستين سنة في الوقت اللي ولدت لي في رفقة ولادهم الاثنين وكبر الغلمان كان عيسو إنسان بيعرف الصيد وأما ابنه يعقوب فكان رجل خيام وكان إسحاق بيحب ابنه عيسو أكتر ورفقة كانت بتحب يعقوب أكتر ويمكن دي واحدة من ضمن الضعفات اللي يظهرها لنا الكتاب المقدس في حياة أبونا إسحاق وفي حياة زوجته رفقة إن كل واحد فيهم كان ليه ابن مميز من الولدين ولما حصل جوع مرة تاني في الأرض خرج إسحاق إلى أبي مالك ملك فلسطين إلى جرار وابتدى إنه يروح ليه مرة تانية لأن ربنا قال له لا تنزل إلى مصر اسكن في الأرض التي أقول لك تغرب في هذه الأرض فلما حصل الجوع ما راحش أبونا إسحاق إلى مصر لكن مضى إلى أرض فلسطين ربنا وعده قال له أكون معك أباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأوفي بالقسم الذي قسمت لأبونا إبراهيم أبيك إن أنا أعطيه لي أكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض ولكن يغلط أبونا إسحاق نفس الخطأ اللي غلطه أبونا إبراهيم أبوه لما سألوا أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي لأنه خاف أن يقول امرأتي لقل الناس يكونوا عاوزين ياخدوها زوجة فيقتلوه من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر وحدث أن الأيام طالت لكن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من القوة ونظر وإذ إسحاق يلاعب رفقة امرأته عرف أن هم زوجين فدعاه وسألوا قالوا لي قلت أن هي أختك إذا كانت هي زوجتك فابتدى أبونا إسحاق يبرر موقفه ويقول له إن هو كان خايف ليكونوا عاوزين ياخدوها زوجه منه فحد يقتله، وطبعا الكتاب المقدس دايما يظهر لنا ضعفات في حياه رجال الله لان الذي بلا خطيه هو ربنا يسوع المسيح، فعلى الرغم من قوه ايمانهم وقوه عملهم، قوه أتعبهم لاجل اسم ربنا الا اني الكتاب يظهر لنا بعض الضعفات كمان اللي كانت بتكون في حياتهم زي ما كل إنسان ممكن يتعرض للألام وللضعف وفعلا تعيش رفقة مع زوجها ويبتدي أبونا إسحاق يزرع الأرض فربنا يبارك له في الأرض جدا جدا في تلك السنة الأرض تعطي مئة ضعف يباركوا ربنا ويتعاظم أبونا إسحاق جدا ويتزايد في التعاظم ويصير عظيما جدا يصير ليه مواشي من الغنم والبقر وعبيد كتير عشان كده الفلسطينيون ابتدوا يحسدوه فجميع الأبار اللي حفرها العبيد اللي كانوا في أيام أبونا إبراهيم ابتدوا الفلسطينيين يسدوها ظنين إن بكده هيوقفوا كل الخير اللي عند إسحاق لكن ما كانوش يعرفوا إن ربنا هو اللي بيعطيه هذا الخير ابتدى ابونا اسحاق يحفر ابار مره تانية ويلاقي فيها ميه كتيره برضو لكن المره دي بعد ما حفر هذه الابار فالفلسطينيين ابتدوا ان هم يردموا الابار اللي كانت موجوده من ايام ابونا ابراهيم ظنا منهم ان هم لما بيردموا الابار دي مش هيسيبوا كده اسحاق يكون عنده خير كتير لكن ما كانوش يعرفوا ان ربنا هو سبب البركه اللي في حياه اسحاق وهو اللي بيعطيه هذه البركه، فعاد اسحاق مره تانية حفر ابار الميه اللي كانت محفوره في ايام ابونا ابراهيم وردمها الفلسطينيين، واداها اسماء كتير زي الاسماء اللي كان ابوه ابونا ابراهيم مسمي بيها هذه الابار، وابتدى عبيد اسحاق يحفروا في الوادي ويلاقوا ابار مية حية كتيرة لكن ده سبب أن الرعاة اللي موجودين في منطقة جرار ابتدوا أن هم يتشاكسوا ويتشاغبوا ويتشكلوا كمان مع رعاة أبينا إسحاق على هذه الأبار اللي مليانة بالمية ونتيجة لدون طردوا أبونا إسحاق من المكان ده لكن بعد فترة يذهب له أبي مالك ومعاه كمان رئيس جيشه ويقول له إحنا جايين لك علشان خاطر نكون موجودين مع بعض ونعيش مع بعض مره تانيه لهم ابونا اسحاق بغطتموني وترطموني وصرفتموني من عندكم راجعين لي مره تانيه لهم شفنا ازاي ربنا اعطاك خيرات فعاوزين نصير في سلام معاك يقبل فعلا ابونا اسحاق هذا السلام يصنع ليهم ضيافه ياكلوا ويشربوا ويتعهدوا مع بعضيهم ان هم يعيشوا في سلام ويترك ليهم كتير من الابار ابونا اسحاق علشان خاطر يعيشوا هم بيها وبعد كده توالى الاحداث في حياه ابونا اسحاق وسط ولاده ابنه عيسو اللي كان بيحب الصيد وهو كان ابونا اسحاق بيحبه لانه بيرجع ليه بصيت كتير وابنه الثاني يعقوب اللي كان رجل خيام ولكن رفقه ويعقوب يخدعوا ابونا اسحاق ويجعلوه يعطي البكوريه ليعقوب بدل ما يعطيها الى ابنه الكبير عيسو اللي كان المفروض ان هو اللي ياخد البكوريه وبعد ما اعطى ابونا اسحاق البكوريه الى عيسو ابتدى أبونا إسحاق يذهب إلى قرية في حبرون اتغرب فيها أبونا إبراهيم وإسحاق وعاش فيها لحد ما انتهت حياته وعمره كان 180 سنة سلم أبونا إسحاق روحه وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أيام ودفنه عيسو ويعقوب ابنه تعالوا نشوف كده مع بعض فضائل جميلة موجودة في حياة أبونا إسحاق نلاقي في حياة أبونا إسحاق إنه اتصف أولا بالخضوع والطاعة لأبيه، زي ما قلنا كده لما كان أبوه واخده عشان يقدمه كذبيحة محرقة، هو كان مطيع وكان عنده حياة تسليم لله، وحياة تسليم حتى كمان إلى أبوه. نلاقي كمان كان عنده محبة كبيرة في حياته عاش بيها، عاش بيها مع أمه، عاش بيها كمان مع زوجته عاش بيها كمان مع أولاده عاش بيها حتى مع الناس اللي كانت في وقت من الأوقات عايشة معاه كويس وفي وقت تاني كانوا عايشين معاه في عداء نشوف في حياته كمان إنه كان رجل سلام صنع سلام مع أبي مالك ملك بتاع جرار مع رئيس جيشه مع العبيد اللي كانوا موجودين نشوف كمان في حياته إزاي إنه كان رجل صلاة الوقت اللي كانت فيه في زوجته كانت امرأة عاقر ظل لمدة عشرين سنة بيصلي بينادي ربنا بيطلب من ربنا إن هو يديله أولاد يمكن يكون في حياته كانت نقطة ضعف إنه قال على زوجته في وقت من الأوقات إنها أخته لكن أكيد إحنا متأكدين إن هو أدرك هذا الضعف وقدم عنه توبة اقترن اسمه باسم الله دائما لأني هنلاقي بعد كده في كل العصور ربنا كان يقول عن نفسه انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اسمه اصبح منتسب الى ربنا عشان كده هو رجل جميل من رجال الله نقطه تانيه كمان مهمه ان ابونا اسحاق يرمز الى ربنا يسوع المسيح لاني زي ما احنا ادركنا بعد كده حينما جاء المسيح وأعطى لنا فداء وحمل خشبة الصليب واتصلب على عود الصليب ومات ودفن وقبر وقام عشان يعطينا حياة هكذا أيضا أبونا إسحاق حمل حطب المحرقة وصعد به إلى الجبل ولكنه هو كمان رجع حي فصار رمز لربنا يسوع المسيح اللي ليه كل المجد شخصية أبونا إسحاق شخصية جميلة مليانة بتفاصيل غنية رجل يحيا بحياة التسليم عاش بحياة الطاعة عاش بحياة الصلاة عاش بحياة السلام فضايل كتيرة ربنا نحن نق... يدينا إن نقتنيها من أبونا إسحاق ونقتدي به لربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين